السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم علي العبيدي من دولة قطر. حيث أن الوالدة يعني كانت تعاني لها 5 سنوات تقريبا من ألم الركب، رحنا طبعا على تايلاند، رحنا ماليزيا، رحنا كذا دولة أن نعالجها. ما اقتنعنا أبدا في أكثر من مستشفى، وأكثر الناس اللي أجروا عمليات في مستشفى برجين دلونا عليه وقالوا طبعا المستشفى من أفضل المستشفيات. الحمد لله الناس اللي أجروا عمليات هنا في مستشفى برجين عند الدكتور أسامة نصحونا فيه، وبالفعل جينا هنا على طول من قطر إلى مستشفى برجين. أول يوم خذوها يعني اللي هي فحوصات، وثاني يوم عملية، وثالث يوم الحمد لله مثل ما تشوفون بدأت تمشي وبخير وسهالة لله الحمد، ومشكورين والله يعطيكم العافية وما قصر. أنا دكتور أسامة شعار، بلجيكي من أصل سوري، حائز على دبلوم بورد في جراحة العظام وتبديل المفاصل من بلجيكا. يتم إجراء العملية حاليا بالطريق السريع اللي هو عبارة عن عدة تفاصيل تقنية خلال الجراحة وطريقة الدخول على المفصل، مما يجعل الألم بعد الجراحة أقل بكثير، 70% أقل من الطريقة التقليدية. فترة مكوس المريض في المشفى تكون أقل بكثير، المريض يعني يبقى في المشفى يوم واحد أو يومين ماكسيموم، حتى في بعض المرضى بيطلعوا على البيت بنفس اليوم. الريكفري بعد العملية يعني إعادة تأهيل سريعة جدا، المريض لا يحتاج أبدا لعلاج طبيعي، فقط عدد من المرضى بسيط يعني 10% يحتاجون لعلاج طبيعي اللي هن ما بيلتزموا في التمارين في البيت. وهت أختنا المريضة اللي أجت من قطر أجريت لها العملية بهذه الطريقة، فهي مباشرة بديت المشو وتقدر تروح الحمام وطلعت الدرج ونزلت الدرج، فالنتائج بتكون مرضية وسريعة والألم بيكون خفيف بعد إجراء عملية تبديل المفصل بهذه الطريقة. ونشكرهم على حسن الضيافة وتسهيل الإجراءات، كذلك تقدم بالشكر إلى مدير مستشفى برجين الدكتور شمشير لزيارته لنا زيارة خاصة، و يعني حسن الضيافة وقدم لنا الكثير. والشكر أيضا لجميع طاقم المستشفى، والله يعطيكم العافية ومشكورين ما قصرتوا.